مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها كسر لحصار الركبان، وفد من التحالف الدولي والمنظمة السورية للطوارئ يدخلون مساعدات للمخيم. ولدينا أيضا مبعوث بايدن في بيروت لبحث تهدئة جنوبي لبنان وتسليم رسائل البيت الأبيض لحزب الله. زار وفد من التحالف الدولي مخيم الركبان في منطقة 55 بالبادية السورية ووزع مساعدات إنسانية على نحو 8000 نازح يرزحون تحت حصار نظام الأسد وروسيا وميليشيات إيران منذ نحو عقد من الزمن. المزيد في تقرير الزميل رواد حيدر. يصطف هؤلاء النازحون أمام عربة في انتظار حصولهم على مواد تعتبر من أساسيات الحياة في أي أرض خارج دائرتهم المحاصرة، في حين يستقبل أبناؤهم هذا الرجل الغريب بالقبلات وهم المحرومون من رؤية وجوه جديدة، يتدافعون لتذوق نكهة السكاكر التي لا يألفون طعمها، فحلو العيد لم يمر بهذا المكان منذ أطبقه عليهم نظام الأسد وشركاؤه حتى بات يسمى مخيم الموت. كسر التحالف الدولي برفقة جيش سوريا الحرة والمنظمة السورية للطوارئ حصار الأسد على مخيم الركبان المنسي ضمن المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، أدخلوا إليه مساعدات متنوعة وزاروا مستوصفه الوحيد المسمى تفخيما بمشفى شام والذي خسرت فيه إحدى العائلات طفلها الرضيع قبل أيام بسبب نقص الدعم، كما التقى المندوبون بوجهاء المخيم الذين رموا شكاويهم وظروف فهم السيئة على الطاولة آملين حلها. المساعدات الحالية وفق المنظمة السورية للطوارئ هي جزء من حزمة مساعدات ستوزع في قادم الأيام علها تسد حاجة النازحين لمدة شهرين، وعلى أن يجرى تقييم لأبرز احتياجات قاطني المخيم لمحاولة تأمينها. على هالمدى الايام القادمه ان شاء الله حيكون في توزيع يكفي كل اهالي المخيم لمده شهرين كاملين باذن الله، وبعدين عم نعمل كمان استبيان بالمخيم نشوف كل الاحتياجات لما نشتغل بامور الطبابه وغيرها، بس ما بحب اوعد بشيء حتى يكون بايدي. اذا هو انفراج حال مؤقت لنحو 8000 مسجون في مخيم الركبان، سيتنفسون الصعداء لفتره وهم يعلمون انها ستنقضي وانهم سيعودون بعدها لحياة البؤس التي غذاها نظام الأسد وما يزال طوال عقد من الزمن. نناقش هذا الموضوع مع عماد غالي الناشط الإعلامي من مخيم الركبان، وسينضم إلينا لاحقا معاذ مصطفى المدير التنفيذي لمنظمة فريق الطوارئ السوري أيضا. أستاذ عماد مرحبا بك. يعني صحيفة القدس العربي نشرت قبل أيام وثيقة تظهر أن وزارة الدفاع في لدى النظام السوري وجهت لإقفال الحصار على المخيم، عدم إدخال مواد غذائية أو طبية أو حتى أعلاف للحيوانات، كيف تصف أوضاع المخيم؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبالأخوة المشاهدين. طبعا النظام السوري قام بإغلاق الطرق بشكل نهائي منذ قرابة الشهرين والنصف عن مخيم الركبان، لا نعلم ما هي القرار، ولكن تم حصار المخيم بشكل مطبق ونهائي عن المخيم، منع دخول أي شيء سواء مواد غذائية وكما تفضلت أو حتى مواد علفية للأغنام الموجودة بالمنطقة. هذا الأمر أدى إلى حالة كارثية داخل مخيم الركبان، أدى إلى أن يصبح مخيم الركبان منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، لا يوجد بها غذاء ولا دواء ولا حتى أطباء داخل المخيم. الأمر ازداد سوء جدا بعد هذا الحصار المطلق الذي فرضه النظام السوري على مخيم الركبان. طبعا كان هناك بريق الأمن الذي أتى إلى مخيم الركبان مع قدوم المنظمة السورية للطوارئ التي دخلت منذ عدة أيام إلى مخيم الركبان وقامت بإدخال مواد إغاثية إلى المخيم. حصلت هذه المواد الإغاثية حاليا بمادة البسكوت المدعمة، وأيضا حصة من المنظفات من سلة منظفات. ننتظر من الأستاذ معاذ والفريق
الطوارئ السورية وباقي المنظمات التي دخلت مع المنظمة السورية للطوارئ لإدخال المواد الأساسية لمخيم الرقبان التي وعدونا أن تدخل خلال الأيام القادمة إن شاء الله. طيب ينضم إلينا الآن أستاذ معاذ مصطفى، نسأله المدير التنفيذي طبعا لمنظمة الطوارئ فريق الطوارئ السوري. مرحبا بك أستاذ معاذ، ما نتائج الزيارة التي قمتم بها إلى المخيم؟ السلام عليكم، شكرا على استضافتي. الحمد لله، يعني نحن وصولنا للمخيم ومثل ما قال الأستاذ عماد بدأنا بالبسكويت العالي للطاقة، وهذا الشيء مهم جدا خصوصا للأطفال اللي يعني يجوعون في هذا المخيم، وبنفس الوقت يعتبر يعني الحمد لله أكل طيب للأولاد، فهم عم يأكلوا شيء يحبوه، بنفس الشيء في الفيتامينات والطاقة المحتاجة، وبتقييم الأمم المتحدة 5 علب من البسكويت تؤدي إلى الغذاء اللي يحتاجه رجل كبير الحمد لله، وتم التوزيع لكل فرد لمدة 5 أيام من قادم. هنكمل بالنسبة للبسكويت اللي في طاقة وفيتامينات، وبالإضافة للأمور التنظيفية يعني إلى أمور جاية قادمة. ولكن اللي شفنا إنه هذا الشعب، الأهالي في مخيم الرقبان أعظم ناس قابلتهم في حياتي. يعني تصوروا، لا في لا أكل ولا شرب ولا دكاترة ولا شيء. لو بأي بقعة تانية بكل العالم، كانت أمريكا وأوروبا وأفريقيا وكذا، العالم كانت تقاتلت على الأكل والشرب، ولكن التنظيم، الإرادة، يعني الطريقة، والله يبيض وجهنا أمام الجيش الأمريكي وأمام الجميع، أحسن وأفضل ممثلين للشعب السوري. هذا المخيم المنسي يمثل الثورة السورية أكثر من أي شخص اجتمعت في حياتي، وبيعطوني هن الأمل، ولكن والله يبثون الأمل بكل شخص حر يستنى يوم تتحرك فيه دمشق ودير الزور وتدمر طيب. وحمص وغيرها. طيب. فالحمد لله يعني القوات الأولية كانت ممتازة، وكما رأيته أتى رئيس القوات الأمريكية في فعال السنة والبيت الأمريكي، واجتمع بالنساء والأطفال والرجال والمسلمين خلال هذه. طيب يعني أستاذ معاذ، يعني هذا هو السؤال، ربما أنه هو في حصار صار له أكثر من شهرين، طبعا في حصار قديم لكن أكثر من شهرين، حصار شديد مفروض من النظام السوري على المخيم. الآن هل هناك نية لفك هذا الحصار من قبل مثلا التحالف الدولي؟ أنتم الوفد زار برفقة التحالف الدولي صحيح؟ هلا نحن من تقريبا 11 شهر ونص تقريبا سنة نتواصل وننسق مع التحالف الدولي والقوات الأمريكية خصوصا لكسر الحصار. وكنا الحمد لله دخلنا خلال هذه الفترة طبيب، دخلنا بعض المساعدات. الحمد لله الآن نحن في موقف ممكن أن ندخل مساعدات على دور أكبر. وبالنسبة لقائد ساعات السنة والتحالف الدولي والقوات الأمريكية يقدموا لنا جميع التوصيل، الطيران، عندنا القدرة أن نروح على أي من القواعد العسكرية في العراق وسوريا لتوصيل هذا الدعم مباشرة إلى قاعدة السنف، ومن قاعدة السنف يعطونا المساحة أن نذهب إلى المخيم ونوزع الأمور. وخلال وجودنا بالمخيم الفصائل الثورية اللي موجودة في مخيم الرقبان، الشهيد أحمد عبده، أسود الشرطية، وعلى رأسهم جيش سوريا الحرة، يؤمن لنا الأمان خلال هذا العمل. ولكن العمل بالنسبة لأخذ المساعدات الإنسانية وتوزيعها هو عمل مدني مستقل عن أي دور غير الحماية والنقل للقوات المسلحة، إن كان الشريك الأمريكي للسورية الحرة أو إن كان الجيش الأمريكي. طيب أستاذ عماد، ما هي أبرز الاحتياجات الآن في المخيم؟ طبعا أبرز الاحتياجات داخل مخيم رقبان التي اطلع عليها الأستاذ معاذ وباقي الشخصيات التي دخلت المخيم، بالبداية هو الموضوع الطبي والتعليمي لقاطني مخيم رقبان، والموضوع الطبي هو الأهم بسبب عدم وجود أطباء داخل مخيم رقبان، وبسبب عدم وجود أيضا غرف عمليات يحتاجها ومن الضروري أن تكون داخل مخيم رقبان. أيضا الجانب الغذائي في مخيم رقبان، كما نعلم أن مخيم رقبان محاصر منذ شهرين ونصف بشكل كامل، افتقر سوق مخيم رقبان لجميع المواد الغذائية داخل مخيم رقبان. فاليوم مخيم رقبان يحتاج إلى المواد الأساسية كالزيت والسكر وأيضا حليب الأطفال، من الضروري أن يكون موجود داخل مخيم رقبان.
بسبب انقطاعه من قبل بسبب انقطاعه بشكل كامل من سوق مخيم رقبان او من الصيدليات داخل مخيم رقبان. طيب استاذ معاذ، يعني انتم ادخلتم مساعدات كما ذكر الاستاذ عماد، هناك يعني احتياجات غذائيه وهناك طبيه ايضا ويعني اخرى تعليميه وغير ذلك، لكن يعني هل لديكم خطه لادخال هذه يعني المواد التي يحتاجها المخيم وربما تجهيزات حتى طبيه؟ نعم، خلينا نبلش اول شيء بالنسبه لموضوع الغذاء. وموضوع الغذاء حكينا عن بسكويت مذوب بالطاقه وحتى حكينا عن بعض الامور التنظيفيه، ولكن الذي سياتي في الايام القادمه، اولا غدا ان شاء الله تصل طائره عسكريه ثانيه مع دعم اضافي من البسكويت. خلال تقريبا اسبوع لعشر ايام او اقل، ونحن نحاول نسرع بهذا الامر، سيصل الطحين، الخميره، العدس، السكر، الملح، المعلبات، الحمص، البرغل، الارز، واللي حيوصل طبعا عم نكفي على كل المخيم فردا فردا، مو بس عائله عائله. فاعطيك مثال، مثلا عم نحكي عن 75 الف كيلو طحين والخمير اللي تيجي معه، وهذا غير الدعم الذي نوصله الى المخبز، هذا دعم لكل عائله بعائلتها. فان شاء الله خلال تقريبا هالاسبوعين القادمين سيكون الفرصه ان يكون عندنا ان شاء الله ما يكفي المخيم كاملا غذائيا لمده شهرين لكل فرد. هذا بالنسبه لموضوع الاكل والشرب. طبعا بالنسبه لموضوع الطبابه، في كل رحله انا اتي فيها يعني نجيب اللي نحسن عليه بالنسبه للدواء، ولكن ننسق الان مع السفاره الدوليه لطريقه لتوصيل دعم معين له علاقه بالطبابه والدواء. وبنفس الوقت خلال هذا الوقت، خلال وجودنا هون وسابقا مع الدكتور هيثم البزم من منظمه جلوبال جاستس، الدكتوره سيما جيلاني من منظمه سوريا للطوارئ، هي دكتوره اطفال، كانت موجوده الحمد لله في المخيم. فنعمل بكل قدرتنا على الامن الطبي، لانه والله العظيم الامن الطبي في المخيم اسوء من الامن الغذائي. يعني تصور انت العالم ما عندك اكل تاكله وبتقول وانت جوعان وتقول انا اطلب دكتور قبل ما اكل، تصور قديش الجوع صعب، وتقول لازم يجي دكتور اول. فنحن متفهمين لهذا الوضع ومقصرين جدا بحق المخيم، والله كل العالم مقصر بحق هذين الاطفال، بس عم نعمل ان شاء الله على هذا الامل. ولكن خلال اسبوعين فيني اوعد باذن الله تقريبا اسبوعين سيكون عندنا ما يكفي من الغذاء للجميع، وخلال هذه الفتره ما يكفي من البسكويت انه على الاقل ما حدا يجوع، يكون عنده الطاقه الموجوده ليعيش بصحه لبين ما يوصل للطحين والاكل والشرب والعدس والزيت الى اخره، وكله قادم باذن الله. عم نحكي عن مئات الاطنان من الدعم. نعم استاذ عماد، يعني برايك ما هي الحلول يعني لحل هذه المشكله المزمنه، موضوع المخيم والحصار ويعني انقطاع المواد بشكل دائم؟ طبعا يبدا حل مشكله مخيم رقبان اما بتامين ممر امن الى الشمال السوري لنقل النازحين من مخيم رقبان الى الشمال السوري، او وجود حل جذري لمخيم رقبان بتصنيفه كمخيم للاجئين ودخول منظمات بشكل مستمر وتقديم الحصى التي تخرج او من حق مخيم رقبان ان تاتي له حصى من المساعدات من الامم المتحده بشكل دوري، وايضا دخول منظمات الانسانيه بشكل دوري، واعتماد هذا المخيم من قبل قوات التحالف الموجوده بالمنطقه ودعمه بكل الامكانيات التي من الممكن ان يصبح منطقه امنه او ان يصبح كمدينه، وننسى موضوع مخيم رقبان تصبح مدينه رقبان. هل هذا ممكن استاذ معاذ؟ يعني هو تدخلوا الان مساعدات وهذا امر جيد، لكن يعني كما قلت ربما تكفي شهرين، لكن بعد ذلك سيحتاج المخيم المزيد ايضا. هل من الممكن يعني فعلا ايجاد حل نهائي لمشكله المخيم؟ اول شيء الحل النهائي بالنسبه لمشكله المخيم ولكل سوريا والمنطقه والعالم اسقاط الخنزير بشار الاسد، وان شاء الله الشعب السوري سيسقط هذا النظام بدون مساعده من اي شخص ثاني، لان انا ما شفت شعب بهالصوره.
ومثل ما عم بحكي عن الشعب السوري بشكل عام حبيت احكي عن الشعب في مخيم الركبان. الثوره تعيش في مخيم الركبان، ومخيم الركبان اصبح قلب الثوره. بالنسبه لمنظمتنا نحن عندنا الصلاحيه على المساحه المتاحه بالطيران والعمليات اللي رايحه وجاي ان نوصل الدعم بشكل دائم بدون اي قيود. وبنفس الوقت في عنا امور ثانيه ما في نحكي فيها كثير بخلينا نساعد ان شاء الله بطريقه خارج المساحه المتاحه. ولكن المخيم الركبان يا اما يتمنوا التكاثر والاكل والشرب وكل مقومات الحياه، يا اما يروحوا على منطقه وين العالم فيها تعيش. بس ان شاء الله من مخيم الركبان تنتصر الثوره السوريه كلها. وانا اطلب من كل مواطن سوري، سوري امريكي، سوري اوروبي او بكل مكان، ما بحكي مشان المنظمه، بس ادعموا المنظمه السوريه الطوارئ فقط بالنسبه للدعم تبع المخيم الركبان، لانه كل ما دعمنا هذا المخيم كل ما انتصرت الثوره. والله العظيم على حدود هذا المخيم الروس والايرانيين ونظام بشار الاسد وحتى الدواعش، هذول كلياتهم موجودين وبيعرفوا كم مخيم الركبان هو قلب للثورة السورية، وما كانوا كلياتهم ملتفين حوالينا. وعم بحكي خبر هون يمكن ما كانوا وصلنا على الأخبار، خلال وجودنا هون اتصفوا الإيرانيين المسيرات، ولكن مسياراتهم مثل ما بيقولوا الأمريكان مثل هي أصواص العشب اللي بتطير بالسماء، وعن الجيش الأمريكي ينزلهم كل ما يجب يقصوا قد ما بدهم ويحاصروا قد ما بدهم. مخيم الركبان إن شاء الله الأمان وبأيدي رب العالمين، ونحن طيب الله أستاذ معاذ يستبدلنا للدعم. أكبر شرف إلي بالتاريخ وأحلى عيد علي بكل حياتي هو هالأربع أيام خلال العيد اللي كنت في المخيم، وأي لحظة أقضيها في هذا المخيم الشريف. طيب ذكرت أستاذ معاذ أنكم تستطيعون إدخال المساعدات لاحقا أيضا، يعني هل هناك قرار من هناك قاعدة طبعا بالتنف يعني للتحالف الدولي، هل تستطيع يعني الولايات المتحدة والتحالف، هل هناك قرار يعني رسمي بعدم أو كسر الحصار على المخيم؟ هو في قرار رسمي يعطي صلاحية للمنظمة السورية للطوارئ باستخدام القواعد والطيران الأمريكي لتوصيل الدعم أو حتى الطبابة عن طريق المساحة المتاحة. اللي عم نحاول نعمله إنه نزيد هالشيء، مو بس المساحة المتاحة يكون شيء أكبر. فهذا أعتبره طبعا قرار بكسر الحصار. وأنا أتشكر الشعب الأمريكي، وأنا أمريكي والجيش الأمريكي، خصوصا الجيش الأمريكي اللي موجودين هون. ما في أي شعب وأي جيش ما عملوا أخطاء، بس الأشخاص والجنود اللي موجودين في هذه القاعدة الأمريكية همهم الأهالي مثل ما هم جيش سوريا الحرة الأهالي. وأنا إحساس يكون لي دور في هذا الأمر، ونحن كمنظمة إنسانية غير حكومية أمريكية ممكن علينا توزيع وعمل كل الأمور، وما نحتاجه فقط هو المواصلات. والله العظيم بالنسبة للوضع الأمني فيني روح أتمشى بالمخيم بنص الليل وكل شخص بس يعزلني على بيته إنه نام وآكل عنده وهن ما عندهم الأكل. والله ذكرني بأيام التاريخ وأيام الصحابة وغيرها، والتاريخ سيذكر هذا المخيم الصامد اللي ما في مخيم بالعالم كله بأي دولة تحت القيود اللي هو فيها، وحاصر من أوسخ الأوباش وموجود بدون أي شيء، والعالم مبتسمة والأطفال عم تتعلم وتدرس وعم تشتغل. فأطلب من الجميع سوري أو غير سوري ادعموا هذا المخيم، لأنه سيذكركم التاريخ أنكم دعمتوا أشرف خاطر. أستاذ عماد، ما الرسالة التي تود توجيهها في النهاية للمجتمع الدولي؟ طبعا رسالتي للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدول الصديقة للشعب السوري أن يقوموا بالنظر بعين الاعتبار إلى مخيم ركبان. فالمخيم محاصر، المخيم منكوب بكل معنى الكلمة. معاذ اليوم هو أصبح صوت المخيم، يستطيع أن يخرج خارج المخيم ويتكلم ما رآه داخل مخيم ركبان. مخيم ركبان اليوم هو أسوأ منطقة جغرافية في العالم للعيش بها، منطقة صحراوية، منطقة محاصرة، منطقة تكالبت عليها جميع كلاب الأرض من النظام السوري والميليشيات الإيرانية والروس لحصار هذه المنطقة، منطقة يقبع بها 8000 نسمة لم يكن ذنبهم إلا أنهم طالبوا يوم من الأيام بالحرية ورفع الظلم. أجبرتهم الظروف أن يأتوا إلى هذه البقعة الصحراوية وأغلقت الحدود بوجههم. أتمنى من جميع أصدقاء الشعب السوري أن يدعموا مخيم ركبان أو يجدوا حلا لإنهاء مأساة مخيم ركبان بشكل كامل. شكرا جزيلا لكما عماد غالي الناشط الإعلامي من مخيم ركبان، ومعاذ مصطفى المدير التنفيذي لمنظمة فريق الطوارئ السوري أيضا من مخيم ركبان. فاصل المشاهدين ونعود لاستكمال حلقة اليوم.